دكتورة سلمى عبد الجبار تؤكد حرص الدولة على تنفيذ القوانين التي من شأنها أن تحفظ للمرأة حقوقها في كافة المجالات. أبو القاسم برطم يتهم وزارتي المالية والصناعة بتغيير تعرفة الكهرباء المتفق عليها، ويتوعد باتخاذ إجراءات حيال الأمر. والهلال يدشن تحضيراته بجنوب إفريقيا استعدادا لمنازلة صن داونز في دوري أبطال إفريقيا. حياكم الله، هذه نشرة الأخبار من قناة الهلال الفضائية، معكم فيها محمد السعودي. وإلى تفاصيلها، إذ أكدت عضو مجلس السيادة الانتقالي الدكتورة سلمى عبد الجبار حرص الدولة على تنفيذ القوانين والتشريعات والسياسات التي من شأنها أن تحفظ للمرأة حقوقها العادلة في كافة المجالات. وقالت إن المرأة السودانية أثبتت مبكرا قدرتها ومهارتها العالية في كافة المجالات بشهادة المجتمع الدولي من خلال إثبات كفاءاتها القيادية عبر المناصب التي تولتها داخليا وعلى مستوى المؤسسات الإقليمية والدولية. وأشارت عضو مجلس السيادة إلى أهمية دور المرأة للنهوض بالأجيال القادمة، لا سيما وأنها ظلت شقيقة للرجل في رحلة الكفاح الإنساني. وفي ذات السياق، شدد وزير التنمية الاجتماعية أحمد آدم بخيت على حرص الحكومة الانتقالية لحشد الموارد من أجل الحفاظ على حقوق المرأة وتطوير مهاراتها. وقال إن الحكومة سعت حثيثا لمراجعة التشريعات والقوانين ذات الصلة بالمرأة بما يتوافق مع الوثيقة الدستورية، وصادقت على كافة الاتفاقات الدولية المعنية بقضية المرأة. وحث سيادته على العمل لتقليل الأثر البيئي على دور المرأة في المجتمعات باعتبارها الأكثر تأثيرا بالتغيرات المناخية. اتهم عضو مجلس السيادة الانتقالي أبو القاسم برطم وزارتي المالية والطاقة بتغيير أسعار تعرفة الكهرباء المتفق عليها في اجتماع مشترك، وتوعد باتخاذ إجراءات حيال الأمر. وشدد برطم على ضرورة إجراء مراجعة كاملة لقطاع الكهرباء، حيث قال إن الوزارات تدار بصورة عشوائية في ظل غياب دولة المؤسسات. وقال: تفاجأت بتغيير الأسعار وسأتخذ الإجراء المناسب. ولإلقاء مزيد من الضوء حول هذا الخبر، ينضم إلي في هذه النشرة وعبر الهاتف الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ طاهر المعتصم. أستاذ طاهر، مرحبا بك، وأبدأ معك مباشرة من حيث اتهامات رئيس أو عضو مجلس السيادة أبو القاسم برطم، وهو يتهم اتهاما مباشر لوزارة المالية والطاقة بتغيير أسعار الكهرباء أو تعريفتها في الاجتماع المشترك الذي كان بينهما، ويتوعد كذلك بإجراءات أو باتخاذ إجراءات حيال الأمر. هذه الاتهامات وفيما قابله أيضا من ارتفاع لتعرفة الكهرباء في مطلع العام، وقرار مجلس السيادة بعدها وتعليق القرار حتى تم تنفيذه بعد أيام ثم تجميد القرار، يعني هذا التخبط الكبير، كيف تعلق عليه؟ مساء الخير أستاذ محمد السعودي والمشاهدين الكرام. فيما يبدو أننا نشهد حقبة في الدولة السودانية غير مسبوقة، عندما يتحدث شخص بمستوى عضو مجلس سيادي بهذه الطريقة عن غياب المعلومة عنه وعن الإخلال باتفاق دار داخل اجتماع مشترك. الاجتماع المشترك لفائدة المشاهد معني به حسب الوثيقة الدستورية برغم ما أصابها، معني به أنه هيئة تشريعية أي برلمان يكون ما بين مجلس الوزراء ومجلس السيادة لحين غياب برلمان. فعندما يتم إجازة أمر داخله يصعب أن يتم تغييره مرة أخرى باعتباره أنه مرسوم أو مادة تمت إجازتها.
الموازنة نفسها عبارة عن قانون، عندما نتحدث عن موازنة أو ميزانية هي عبارة عن قانون، ولا يمكن أن يتم تغيير فيها. كيف حدث التغيير اضطح الأمر؟ هذا الأمر الذي يجعلنا نشكك فيه، هل هو تلاعب سياسي يتم؟ هل هو معلومات صحيحة؟ لا يمكن لأحد أن يغير ما تم داخل جلسة مشتركة لمجلسي سيادة ووزراء، وإن كان قد تم هذا الأمر صحيح يجب أن يتقدم طلب استقالة، وإن لم يحدث على السيد مرسوم أن يتقدم باستقالته. طيب أستاذ طاهر، يعني إذا تماشينا مع هذا التخبط وفي ظل هذه الأوضاع الغريبة، إذا بررنا بعض الأفعال يمكن أن تكون قرارات من مجلس السيادة على الوزراء، وفي حالة الوزراء يرفضون، لكن أن يخرج عضو مجلس السيادة ويتحدث عن أن القرار المتفق عليه تم تجاوزه عبر وزارات، هذا يدق ناقوس الخطر ويجعلنا نتحدث عن أن هذه الدولة، يعني إنجاز التعبير، لا يوجد فيها أي مؤسسات ولا يوجد فيها أي دستور. يعني كيف تقرأ إذن هذا التخبط في ظل وضع هذه الدولة الآن؟ يبدو أن هناك جزر معزولة، واضح أن الحكومة تدار بطريقة الجزر المعزولة، إذ أن الآن هناك مجموعات سكانية في شمال السودان تقوم بالاحتجاج وإغلاق الطرق، ومع المغزى الأساسي لهذا الإغلاق في بدايته كان هو مزرعة الكهرباء، لأنهم السودانيين صحوا في صباح اليوم الأول من العام في 1/1 في ذكرى عيد الاستقلال يتفاجؤوا بأن أسعار الكهرباء تضاعفت بطريقة غير مسبوقة دون أن يتم تمريره في اجتماع مشترك أو مجلس وزراء أو يتم إجازته أو توضح أن هناك دراسة لهذا الأمر. وثم تدخل عضو مجلس السيادة بالطول عندما احتج أهالي الشمالية والمزارعين تحديدا على هذا الأمر، واتفق مع الوزارتين على تجميده، وتم التجميد لمدة لم تتعدى أيام لتعود الزيادة مرة أخرى. يبدو أن وزارة المالية ودكتور جبريل إبراهيم يتعاملون مع الكهرباء كسلعة، يتحدثون عن أنها مدعومة وغير مدعومة، ولا يدركون أن الكهرباء خدمة يترتب عليها كثير من الترتيبات الأخرى. يعني زيادة الكهرباء اليوم يا أستاذ محمد بالصورة اللي شايفينها تنطبق على زيادة الخبز، تنطبق على زيادة المواد الصناعية، على الخضروات، على الفواكه. بالتالي هذه الجزر المعزولة في الحكومة يتوجب حسم هذه الأمور ووضع مصفوفة واضحة. يعني الناس تعبوا، السودانيين تعبوا فعلا من هذا التضارب. طيب، يعني هذا التضارب الذي يلقي بظلاله مباشرة على المواطن ويدفع ضريبته من قوت يومه، هل هذا يقودنا إلى أن هناك قرارات تؤخذ بالعنتريات في الوزارة فيما يخص تحديدا وزارة المالية، يعني وحتى وضع السيد وزير المالية دكتور جبريل إبراهيم الذي تحدثنا قبلا في برامج بأنه عندما استقال رئيس الوزراء يجب أن تكون هذه الوزارات كذلك، أو الوزراء يعني ليس لهم وضع دستوري في الوزارة يسمح لهم بهذه القرارات، يعني حتى العودة في هذا القرار ووضع وزارة المالية، ما هو السيناريو المرتقب الذي يمكن أن يحدث؟ هل يمكن أن نعود أو تعود التعرفة القديمة مرة أخرى في الكهرباء، أو يستمر قرار وزارة المالية على ما هو عليه وزارة الطاقة؟ من الصعوبة مما كان في ظل الأوضاع السائدة وسياسة الجزر المعزولة التي تحدث باعتراف سيد برطوم أن يتوقع أي محلل السيناريوهات التي يمكن أن تحدث، بسبب أن ليس هناك تلاتمية، ليس هناك تنظيم لهذه الأمور. واضح أن الإشكالية مستفحلة يوم بعد يوم يا محمد السعودي. لكن دعني أقول أن
التحدي الآن نحن في فصل الشتاء، والاستهلاك أقل للتيار الكهربائي. ماذا سيحدث في الصيف؟ الأمر الثاني أن ليست مسألة الكهرباء فقط التي تعلق في رغبة وزير المالية جبريل، ولكن مزارعي الجزيرة يشتكون مر الشكوى في صحف اليوم عن أن الموسم الشتوي كاد أن ينتهي وتعرضوا لخسائر بسبب عدم توفير الأسمدة وغيره، وحملوا وزير المالية الأمر بالكامل. ده بيقودنا لأنه المسألة أكبر مما نتحدث. نعم الأستاذ طاهر المعتصم الصحفي والمحلل السياسي، كنت معي ضيفا في هذه النشرة، شكرا جزيلا لك. أكدت وزيرة الصناعة بتول عباس على أهمية قطاع صناعة الزيوت باعتباره واحدا من القطاعات المهمة التي تسهم في إضفاء القيمة المضافة للمنتجات، مبينة أن الحبوب الزيتية تعد من أهم الموارد التي يمكن للسودان أن يحقق فيها إنتاجا زراعيا عاليا من الحبوب الزيتية وإنتاج الزيوت النباتية، خاصة الفول السوداني وزهرة الشمس وبذرة القطن. ونفت خلال ترأسها اجتماعا بالوزارة الأنباء المتداولة حول توقف 90% من المصانع، مؤكدة أن هناك إنتاجا متوفرا بالأسواق من الزيوت والعديد من المصانع العاملة. تفقد والي ولاية الجزيرة المكلف إسماعيل عوض الله العاقب برفقة لجنة أمن الولاية محلية ود مدني الكبرى عقب الأحداث التي شهدتها المحلية مؤخرا، ووجه الوالي المدير التنفيذي للمحلية بالإسراع بإعداد المطلوبات لتسيير دولاب العمل بالولاية بصرف مرتبات العاملين في موعدها والاتفاق مع مدير عام الشرطة على تأمين المحلية، إلى جانب توجيه وزارة التخطيط العمراني لتأهيل المحلية وإصلاح ما لحق بها من أضرار بسبب الأحداث الأخيرة. نحن الآن كأول عمل ميداني بعد استلام مهام العمل في الولاية وبعد اجتماع لجنة الأمن الأول في زيارة ميدانية لمحلية ود مدني الكبرى للوقوف على الأضرار التي حدثت في خلال الأيام الماضية، وحقيقة وجدنا فيها تخريب يعني سننظر في أمر التحقيق فيه إن شاء الله، لكن الآن نحن في مطلوبات لأنه المكتب الخاص بالمرتبات تم حرقه بالكامل بما فيه مستندات وأجهزة، يمكن أقل حاجة 8 أجهزة بتاعت كمبيوتر محفوظة فيها المرتبات. الآن نحن حددنا أنه أولا نوفر المطلوب لإعداد المرتبات بشكل عاجل، نمرة 2 يمكن تحدثنا مع أخونا اللواء مدير شرطة الولاية بأنه يعمل على تأمين، وحيتم الآن إن شاء الله تأمين موقع المحلية. الحاجة الثالثة سنقوم بتوجيه وزارة التخطيط العمراني لابتعاث المهندسين المختصين لتقدير التلف والعمل على إعادة المحلية سيرتها الأولى إن شاء الله. نسأل الله الرعاية والتوفيق والسداد بإذن الله. نشرت الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة بوزارة الصحة الاتحادية التقرير الوبائي لجائحة كورونا في البلاد، والذي أظهر تسجيل 110 حالات جديدة ليبلغ إجمالي الحالات 57472 حالة. هذا وتناشد وزارة الصحة الاتحادية بضرورة التطعيم واستعمال الكمامات وغسل اليدين بالماء والصابون واستخدام المعقمات والتبليغ الفوري في حالة ظهور الأعراض، فضلا عن تعزيز السلوكيات الصحية وعدم المصافحة والتباعد الاجتماعي. وفي ذات السياق، وصلت مطار الخرطوم صباح اليوم 100,000 جرعة من لقاح كوفيد-19 استرازينيكا، منحة من جمهورية المجر دعما ومساهمة لجهود السودان للقضاء على جائحة كورونا. وأكد وزير الصحة الاتحادية سيد هيثم عوض الله أن 200,000 جرعة جاءت في وقتها تماما، وأن حملة التطعيم القومية الجارية كانت بها كل أنواع التطعيم عدا لقاح استرازينيكا، وأن كثيرا من السودانيين يحتاجون للجرعة الثانية. وأوضح أن هذه الجرعة ستذهب لمراكز التطعيم بدل المخازن،
قال ممثل وزارة الخارجية سفير صديق محمد عبد الله إن المنحة المقدمة تأتي في سياق علاقات الصداقة التي تربط بين البلدين، ودعما لبرامج التعاون الصحي، مثمنا جهود جمهورية المجر على هذه اللفتة الكريمة والتي جاءت في وقتها. أسعدنا صباح اليوم باستقبال منحة مقدمة من جمهورية المجر عبارة عن 200,000 جرعة من عقار أسترازينيكا، لقاح أسترازينيكا، ويأتي ذلك في سياق العلاقات الصداقة التي تربط بين البلدين، دعما لبرامج التعاون الصحي القائمة بينهما. ونحن إذ نشكر جمهورية المجر على هذه اللفتة الكريمة التي جاءت في وقتها تماما، نعبر عن تطلعنا لدعم وتطوير هذه العلاقات إلى آفاق أرحب، ونعتبر هذه بادرة لبرامج تعاون أوسع وأكبر ستتبلور خلال المستقبل القريب. وفي الشأن الرياضي، استقر فريق الهلال على خوض 3 مباريات ودية خلال معسكره بمدينة كيب تاون بجنوب إفريقيا، استعدادا لمواجهة فريق ماميلودي سان داونز في الجولة الأولى من دوري المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. هذا ووصلت نهار أمس الجمعة بعثة الهلال إلى جنوب إفريقيا بعد رحلة طيران شاقة من الخرطوم إلى كيب تاون تخللها ترانزيت في أديس أبابا. من جانبه، طمأن نائب المدير الرياضي بنادي الهلال المهندس محمد إبراهيم العلاقي الجماهير على وصول بعثة الفريق بسلام إلى مدينة كيب تاون، مشيرا إلى أن الفريق وجد استقبالا طيبا. وأكد العلاقي توفر كافة سبل الراحة في الفندق المجاور لملاعب التدريبات وكافة الاحتياجات التي تسهم في إنجاح فترة الإعداد وتحقيق الفوائد الفنية التي يستهدفها الطاقم الفني خلال المعسكر. قام المهندس الفاضل التوم التهامي مساعد رئيس لجنة التطبيع والأستاذ إسماعيل عثمان الأمين العام المكلف والدكتور عبد الله العاقب نائب أمين المال والمهندس رامي كمال عضو اللجنة والبروفيسور محمود السر المدير العام، قاموا بجولة تفقدية لملعب الهلال ومرافقه اليوم بعد إجازة الملعب والاطمئنان على تكملة بعض الملاحظات بعد وصول المضمار والإجلاس لكبار الزوار والنجيل الصناعي. إلى بطولة أمم إفريقيا، إذ اعترف وحيد خليل زيتش مدرب المنتخب المغربي بقوة الفراعنة وخبرتهم في المنافسات القارية قبل مواجهة مصر يوم الغد في ربع نهائي البطولة. وقال المدرب البوسني خلال المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة: لا أحد بمقدوره أن ينكر أو ينكر قوة المنتخب المصري وخبرة لاعبيه في هذا النوع من المسابقات. وأضاف: نحن نملك الحافز والإرادة، وهذا مهم للغاية ويعوض نقص الخبرة. وثقتي كبيرة في أن هذه المجموعة بعد كل الذي قدمته حتى الآن ترغب في الذهاب إلى أبعد من مباراة ربع النهائي. ولحساب ذات البطولة، إذ يصطدم منتخب السنغال بغينيا الاستوائية على ملعب غابوما يوم الأحد في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا بالكاميرون. هذا وتأهلت السنغال من دور المجموعات على قمة المجموعة الثانية برصيد 5 نقاط من فوز وتعادلين. وفي ثمن النهائي لم يقدم سود تيرانغا أداء مقنعا أمام الرأس الأخضر، لكنهم نجحوا في التأهل بهدفين نظيفين. وسيكون الثنائي بامبا دينغ والنجم ساديو ماني متاحين لخوض مواجهة ربع النهائي. من جانبها، قدمت غينيا الاستوائية أداء جيدا في المجموعات، ورغم خسارة أول مباراة إلا أنها نجحت في التأهل بعد تحقيق انتصارين متتاليين على الجزائر وسيراليون. عالميا، إذ كشف خبير الانتقالات الشهير فابريزيو رومانو عن عودة أداما تراوري إلى إسبانيا لإتمام انتقاله لصفوف برشلونة خلال الميركاتو الشتوي الجاري. وقال رومانو عبر حسابه الرسمي على تويتر:
أدام تراوري عاد إلى إسبانيا من أجل الخضوع للفحص الطبي وتوقيع عقود انتقاله لبرشلونة على سبيل الإعارة، مع خيار الشراء النهائي مقابل 30 مليون يورو من ويلفهامبتون. وإلى إسبانيا، إذ يمر ريال مدريد بفترة جيدة حيث أصبح مكانا إيجابيا للغاية، لكن هذا الأمر يقف أيضا ضد النادي من جهة أخرى، حيث لا يوافق أي لاعب مرشح للرحيل على المغادرة. فقد أشارت صحيفة ماركا الإسبانية إلى أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب الميرينغي يرى أن بقاء بعض اللاعبين حتى نهاية الموسم الجاري غير ضروري. وأبرزت أن ريال مدريد اعتاد في المواسم الأخيرة التخلي عن اللاعبين المهمشين خلال الميركاتو الشتوي، لكن الجميع يرفض الرحيل حاليا باستثناء لوكايوفيتش الذي قد يوافق، لكن النادي الملكي يتمسك باستمراره عقب إصابة بنزيما. ذكر تقرير صحفي إنجليزي أن النجم الفرنسي بول بوغبا بات منفتحا لفكرة الاستمرار في صفوف فريقه الحالي مانشستر يونايتد. وقال الصحيفة ذا صن إن بوغبا يشترط استمرار رالف رانجنيك على رأس الجهاز الفني للفريق الموسم المقبل من أجل التجديد. هذا ولم يشارك بوغبا في أي مباراة تحت قيادة رانجنيك بسبب الإصابة التي عانى منها خلال فترة التوقف الدولي في شهر نوفمبر تشرين الثاني الماضي. وأوضحت الصحيفة البريطانية أن رؤية المدرب للمستقبل والجزء الذي يمكن أن يلعبه بوغبا في مشروع مانشستر يونايتد يعجب كثيرا النجم الفرنسي. تلقى أرسنال ضربة جديدة خلال سعيه لتدعيم الهجوم بلاعب مميز في إطار الميركاتو الشتوي الجاري. ووفقا لتقرير صحفي، كان أرسنال يرغب بقوة في التعاقد مع السربي دوسان فيلاهوفيتش من فيورنتينا، لكن الأخير انتقل رسميا إلى يوفنتوس. ووفقا لصحيفة إنديبندينت البريطانية، فإن أرسنال حاول ضم السويدي ألكسندر إيزاك مهاجم ريال سوسيداد عقب فشل صفقة فلاهوفيتش، لكن اللاعب رفض الانتقال إلى الجانرز حيث يريد اللعب لنادي ينافس في دوري أبطال أوروبا. قبل ختام هذه النشرة نعود ونذكر بأهم وأبرز ما جاء فيها من عناوين. الدكتورة سلمى عبد الجبار تؤكد حرص الدولة على تنفيذ القوانين التي من شأنها أن تحفظ للمرأة حقوقها في كافة المجالات. أبو القاسم بورتم يتهم وزارتي المالية والصناعة بتغيير تعرفة الكهرباء المتفق عليها، ويتوعد باتخاذ إجراءات حيال الأمر. والهلال يدشن تحضيراته بجنوب إفريقيا استعدادا لمنازلة صن داونز في دوري أبطال إفريقيا.